ليبيا. تعالوا إلى الخير يا مسلمون، تعالوا لننجح الدنيا ودين، تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم علي حمد إسماعيل المغربي من ليبيا، من ضمن المتشاركين إن شاء الله في برنامج المجرة، طالب في كلية الهندسة، وإن شاء الله حنكون من ضمن فريق المنشدين، فانتظروني قريبا ونستنى دعمكم ودعواتكم. بارك الله فيكم. المجرة المجرة المجرة.